انا مجد. الحمد لله اللي رجعت بالسلامه. ما قلت لك رح ارجع؟ يلا فوت لجوا. شو هالصفرة الحلوة هي؟ توقعت تكون جوعان فقلت لحالي ناكل سوا. وأنا جبت لك هديتك، حاولت أعطيك إياها من قبل بس ما صارت الفرصة. شكرا، يسلم ايديك. شو رأيك نعزف عليها ولا مناكل هلأ؟ مناكل بالأول لحتى يمشي الدم بأصابعنا وبعدها فينا نعزف. يلا اقعد. يا سلام، بسم الله، شو هالريحة الطيبة. يسلموا ايديك على هالاكلات. انا ما عملت شي مجد، هاني هو اللي جاب كل شي وانا جهزت السفرة وبس. واذا مو انت جهزتي السفرة؟ يسلموا ايديكي. طالما رح تقضي وقتك هون بهالفترة، اتدربي على المندولين احسن لك. تصبح على خير نهال. إذا تضايقتي بطلع وانتي خليكي هون، يعني أنا ما بدي أأسرك. وإذا بدك أنا بروح. مستحيل أتضايق منك، بالعكس برتاح معك، والمكان اللي بتكون فيه أنت بيكون جنة لإلي. من لما بلشت تشتغل بالنادي حسيت حالي بدنيا جديدة، بتعرف هالشي؟ بس من قبل كنت حس هالمكان مثل القبر، بارد ماتم. وبعدين اجيت ونورته، لهيك صرت روح عالشغل ركض لانك انت هنيك. حتى ما صدق امتى تغني لانه بقدر اطلع فيك قد ما بدي. كنت بس شوفك افرح من كل قلبي، ولو بعرف انك ما رح تطلع فيني. ومع هيك كنت انبسط لاني شوفك لو من بعيد. حتى سالي ما همتني، انا بس كنت انقهر لما اشوفك زعلان او فيك شي. وبعدين لما اجيت وجبت لي المندولين ما صدقت، لأنه هذا الشي بالنسبة إلي كان حلم، لأني كنت حسك بعيد عني. بس هلأ أنت قريب مني بصراحة. أنا هلأ مبسوطة كتير. أنا أكيد كنت أعمى وهلأ شفت.
تصبح على خير. تلاقي الخير.